السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان المشاهدين في قناة عالم السماعات. الحمد لله اليوم وصلتني مجموعة من السماعات، جميعها تعتبر خيار جيد للي حاب يدخل عالم الـ IAMs بأقل تكلفة ممكنة وبدون التضحية بجودة الصوت. أسعار السماعات الخمس هذه تتراوح بين 10 دولار إلى 27 دولار، يعني ما بين 37 ريال سعودي إلى 100 ريال سعودي. في الفيديو هذا راح أستعرض صناديق السماعات وأعطيكم بعض التفاصيل عنها على الخفيف، وإن شاء الله بنزل فيديو خاص لكل سماعة وفي فتح صندوق واستعراض للسماعة والإكسسوارات المرفقة والتفاصيل التقنية ورأيي فيها بعد ما استخدمها بشكل مفصل. لو حصلت تفاعل على الفيديو على القناة بإذن الله بعض السماعات هذه الخمس راح أوزعها كهدايا للمشتركين. كل اللي عليك تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، وإذا نزل الريفيو اضغط على زر اللايك وعلق على الفيديو وراح تدخل على السحب. بتكلم بشكل مختصر عن هذه السماعات الخمس. السماعة هذه من شركة KZ، موديلها EDX، تحتوي على سنجل دايناميك درايفر 10 ملي، سعرها 37 ريال سعودي أو 10 دولار. السماعة هذه من شركة KB Ear، موديلها KS1، أيضا تحتوي على سنجل دايناميك درايفر 10 ملي، سعرها 63 ريال سعودي أو 20 دولار. وعندنا السماعة هذه معروفة باسم بيلون، أو تقدر تقول WGZ بيلون، موديلها BL01، أيضا تحتوي على سنجل دايناميك درايفر 10 ملي، سعرها 84 ريال سعودي أو 22 دولار. في السماعة هذه صراحة أنا أعتبرها مميزة، أيضا من شركة KZ، نفس الشركة المنتجة للسماعة هذه، موديلها DQ6، تحتوي على ثلاث درايفرات كلهم دايناميك درايفر، توزيع حقها 2 10 ملي دايناميك درايفر، 1 6 ملي دايناميك درايفر. في عندنا تقريبا الأشهر بينهم، تعتبر خيار أكثر من رائع، هي من شركة بيلون، رقم الموديل BL03، تحتوي على سنجل دايناميك درايفر، سعرها 100 ريال أو 27 دولار. في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم، ولا أنسى أن أشكر كل من دعم القناة باشتراك أو لايك أو تعليق، وبإذن الله راح تشوفون اللي يسركم. تحياتي، أخوكم نايف.